أصل لكن الجزئية الأخيرة، التعليق الأخير مني أنا لمعالي الوزير في سؤال أخونا أبو فواز حول محاسبة الاتحادات. طبعا أنا ما أختلف أن هذا أمر يخص الجمعيات العمومية في الاتحادات، ما أختلف، وهذا الأمر أيضا أنا متفق عليه جملة وتفصيلا. لكن يا معالي الوزير، اليوم في دور لك، يجب أن يكون في دور بغض النظر قدام العالم، قدام الناس، إنه مو الحكومة اللي تدخلت ولا الوزير اللي تدخل، هذا قدام الناس. لكن اليوم من تحت لتحت، مثل ما يحصل في السعودية ترى، في الإمارات، في 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 أماكن أخرى، يمكن قطر يتدخل، الشيخ جوعان بحكم رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. إحنا بالكويت الشيخ فهد الناصر يقول أنا ما أتدخل، هذه جمعيات عمومية موجودة ما أتدخل، رأيه يحترم ووجهة نظره، مثل ما يمكن بعض الاخوان يعني يرون بان الجمعيات العموميه هي، وانا ارى ان الجمعيات العموميه هي الحق، لها الحق الاصيل في محاسبه الاتحادات. لكن اليوم لك دور معالي الوزير، اليوم لما يشوف اتحاد يخفض ونتائجه سيئه جدا، اقول له ترى وقف عنك الدعم، انا كحكومه نقدم لك نص مليون ولا مليون، اوقف عنك، روح دبر حالك ودبر امورك لما تعدل النتائج. عاقبت منه نفس ما حصل مع الشيخ طلال. اما اليوم تقول والله مثلا انا ما حاسب الاتحادات اللي تخفق، ولا انا مالي شغل جمعيات، لا لا، هذا الامر اتمنى يكون في لك وقفه يا معالي الوزير، وان تنظر له بعين الاعتبار، لان الجمعيات العموميه مثل ما انت شايف اليوم، الاتحاد الغدم اقرب مثال، الانديه ما يبي يمشون الاتحاد، والاتحاد مرتاح، والله الانديه ما تطرح الثقه فيني، ومن اللي مبتلش عزيز الجمهور. اذا عقبت مثل ما تفضلت، اذا عقبت الحين الاتحاد عبد الرحمن، عقبت الاتحاد بتخفيض ميزانيه مثلا انا يعني انت الحين عاقبت من؟ عاقبت اللاعبين، هذا اللي راح، العقوبه هذه راح تصير على اللاعبين. اقول راح يكون معسكر، ما راح يكون انا وياك، انا معك، انا بهذه هم اقول كلامك صحيح، يمكن انت قاعد تضر اللاعبين، قاعد تضر نعم ابناء بلدك، خلاص اطلب منه يبغى يستقيل، امر يجيك من القياده السياسيه، نعم. قدم استقالتك، نعم. نفس اللي حصل في السعوديه، اليوم الاتحاد يخفق، يكلمه معالي الوزير او يكلمه اللجنه الاولمبيه، تدخل حكومي، هو تدخل حكومي، وتدخل حكومي سويت تدخل حكومي، بس ما تبون احد، لان اللجنه الاولمبيه ما يحاسبه، اللجنه الاولمبيه تقول الجمعيه العموميه، لا هو بالسعوديه تدري من اللي حاسبه؟ رئيس اللجنه الاولمبيه سمو الامير عبد العزيز بن تركي في قطر، رئيس اللجنه الاولمبيه، ومن حقه يحاسبه، يقول له استقيل، يستقيل. انتوا حلوا الانديه ما رضيتوا، ما يصير تحل الانديه، شلون تحل الانديه؟ وين قاعدين؟ وين قاعدين؟ انتخابات جديده، انتخابات جديده، هذا اسوء قرار في تاريخ الكويت، اسوء قرار، اسوء قرار، انتخابات جديده، هذا القرار اللي دمر الرياضه، هذا القرار اللي دمر الرياضه، احل الانديه؟ وين احل الانديه؟ وين قاعدين؟ الجمعة الأسود، هذا الجمعة الأسود، شو فيهم؟ مثل اليوم الأسود، أسوي اتحادات، أسوي انتخابات جديدة، حاسبهم أبو علي، حاسبهم إيه؟ حل الأندية، أسوي انتخابات جديدة، حل الأندية، اللي وافق على هالقرار الحين مجلس سمو ما ينحل؟ شكو وتصير انتخابات جديده؟ شكو مجلس امه؟ هذا شو ما كنت تسوي؟ ومجلس الشعب هذا؟ مجلس امه يبقى امور كل شيء سياسيه، لا تدخل السياسه، لا هاي الرياضه، لا تدخل السياسه بالرياضه، لا تدخل السياسه بالرياضه، بس احنا نقول اذا الجمعيات العموميه ليش حلوا؟ ليش حلوا ربعك ما رضيت؟ ما رضى لا 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 ما رضى، على الاسانيد ترضى؟ لا ما رضى، ما رضى، اي ما رضى، ما رضى، شنو صوبه؟ لان كان هذا مو حق، هذا مو حق، اسوي انتخابات جديده، مو حق، بس لما تشوف جمعيات عموميه اسوي انتخابات جديده، سوي انتخابات جديده، ما حلو ابو روح اقعد، سوي انتخابات جديده، صارت يا كرم، صارت انتخابات واحده واثنتين وثلاث، بس رجع اللي رجع نفسه، بس هذا نفس الشيء، خلاص ديمقراطيه، ديمقراطيه عزيز، يبي محاسبه، ما يبي محاسبه، انا ابي محاسبه، الشيء هذا يحاسب ويقول الشعب، هذا يقول ما يصير، وحسن يقول قدم استقالتك، وحسن يقول قدم استقالتك، قدم استقالتك، ويقول ضر اللاعب، مو تقدم استقالتك، مو تحل الانديه، قدم استقالتك، زين شو يسوون هنا؟ قدم استقالتك، قدم استقالتك، ما تقدر تحاسب، قدم استقالتك، انت قدم استقالتك، انا ما يقدم، ما يقدم، خلاص كيف؟ لا تقدم استقالتك، شلون؟ منو قاعد منحاس في الثاني؟ احد يقدم استقالته؟ هي احلك؟ مشالبين احل انديتك؟ مشالبين بالكرسي؟ هذا قرار؟ هذا اي القوانين؟
يعني غير القوانين شنو؟ ما انا ما عضو عضو انا عضو ما عضو نادي انا ما احترم عضو 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 ما احترم الوزير يقول لي قد استغلط عضو اتحاد دورتين وخلاص اربع واربع لا مو كيفك عضو نادي اربع واربع مو كيفك اربع اعطيه ثمان سنوات يعطي 20 سنه كيف انتخابات ديمقراطيه لا هاي ديمقراطيه لا مو ديمقراطيه غير القوانين غير القوانين